مما صدر حديثا هذا الكتاب خادم القرآن، مجموع رسائل ومقالات الشيخ الداعية عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن آل فريان رحمه الله تعالى، المتوفى عام 24 بعد 400 والألف، جمع إعداد الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة قاضي الاستئناف في محكمة استئناف منطقة الرياض، من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع، جزاهم الله خيرا. خادم القرآن عبد الرحمن ابن عبد الله آل فريان من أسس جمعية تحفيظ القرآن في السعودية. قام الشيخ الدكتور ناصر السلامة بجمع مقالات ورسائل الشيخ آل فريان من الصحف السعودية، وطبعا هي رسائل متنوعة موجهة إلى ولاة الأمر جزاهم الله خيرا، وإلى العلماء وإلى عامة المسلمين. ومما يميز هذه الرسائل والمقالات استدلاله بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وقد جمع الدكتور ناصر بن سعود السلامة من الصحف السعودية، وبدأ بالرسائل حسب الحروف الأبجدية ثم المقالات حسب تاريخ صدورها. والشيخ طبعا عبد الرحمن آل فريان بدأ بترجمته ترجمة موجزة بطبعا تعريف بجر نسبه ثم مشايخه ثم أيضا مهام دعوته واهتمامه بالدعوة، ثم تكلم عن إحسانه وبره وأيضا كتبه، ثم تكلم عن ثناء العلماء عليه، ثم تكلم عن وفاته رحمه الله تعالى. وكما ذكرت طبعا ذكر مقالات ورسائل كثيرة في هذا الجزء الضخم، الكتاب الضخم ما يقارب 129 رسالة ومقالا، 129 أو 100 عفوا 129 نعم 129 مقالا ورسالة، فجزاه الله خيرا وكتب الله أجره في بث طبعا علم هذا الشيخ الجليل آل فريان رحمه الله تعالى.